مشاهدينا، في عدة أسباب خلتنا نختار اليوكن SLA 2015 كسيارة الأسبوع على روتانا موترز. السيارة طبعا شعبية جدا وجماهيرية جدا، وتقريبا مثل ما قلنا ما يخلى مكان أو مشوار تطلع له لو تشوف السيارة. لكن إيش اللي فرق في 2015 عن الموديل السابق في 2014؟ أكبر فرق، خلينا نتكلم بالماديات أول. موديل 2014 كان سعره 163,000 ريال، بينما الموديل الجديد 2015 وصل إلى 191,000 ريال. أنت تتكلم عن فرق يصل تقريبا 27,000 ريال. لما يكون الفرق الكبير هذا، اكيد الجميع لابد انها اضافت مميزات جديده على موديل 2015. خلينا نبغى نتكلم، تعالوا نشوف السياره. اول شيء، هذه السياره اللي تشوفوها هي اليوكن SLA 2015. اول تغير صار فيها اللي هي الواجهه الاماميه، بالذات الانوار الاماميه اللي موجوده، يوم اضافوا لها لمسات LED اللي موجوده عليها. الشكل الامامي طبعا الواجهه كلها تغيرت تماما، واضافوا لها اكيد الحساسات الاماميه اللي تشوفونها. من ضمن التجديدات الجديدة اللي صارت أيضا للسيارة، من اللي ما يحب الجنوط، كلنا سعوديين، الجنط كبر وصار مقاسه 18 إنش في السيارة. أيضا طبعا أضافوا لمسات جديدة واللمسات الانسيابية اللي موجودة على السيارة، لكن في فرق جديد كنا دائما نشوفه في السيارات الفئة الفارهة اللي زي الاسكاليد. نقدر نقول الآن أنه اليوكن قربت شوي من الاسكاليد. كيف؟ صار في عندنا أيضا الشنطة الخلفية صارت كهربائية، تفتح من خلال الكهرباء والبطارية. فيها لمسات جميلة جدا كمان أضافوها من ناحية الخطوط الانسيابية اللي موجودة على بادي السيارة، والفايبر كاربونز اللي اختاروه بعناية فائقة. لكن لما تتكلم فرق 27,000 ريال، لسه ما المميزات اللي ذكرناها ما هي بالحالها اللي تكفي. لو نبغى نتكلم عن ماكينة وقدرة السيارة، الأحصنة ارتفعت من 320 حصان في الموديل السابق وصلت إلى 355 حصان في الموديل الحالي. أضافوا أيضا فيها ميزات أخرى من ناحية التنبيه في حال الانحراف عن المسار من خلال رجة أو هزة بالعامي تجي للمقعد الراكب والسائق اللي يكون موجود. ما نبغى نتكلم كثير في تفاصيل، تعرفين في روتانا موترز دائما نحاول نجيب الاشياء بطريقه مجنونه ومختلفه، فاحنا رسمنا عده سيناريوهات لعده اشخاص ممكن تناسبهم انهم يقتنون سياره اليوكن SLA 2015. وش هي السيناريوهات؟ نوريهم يا هلمت؟ خلونا نشوف. ميزة اليوكن SLA 2015 من ضمن السيناريو الأول اللي خذناه لكم إنه هي سيارة عائلية. سيارة عائلية كيف؟ أول شيء حجمها مناسب، مو زي السوبربان لما تكون أطول، لا هي أصغر بس تتحمل نفس عدد الأشخاص، 8 أشخاص، 2 في المرتبة الأمامية، 3 في المرتبة الخلفية، و3 في آخر مرتبة موجودة في السيارة. إضافة إنه لها مساحة معينة لو تبغى تحمل فيها أغراض، تبغى تحط فيها شنط، عفش، تحمل أي شيء. سيارة فيها كل وسائل الراحة بالنسبة لعائلة. يا أخوي دريت أنك جوعان، خلني أخلص معلوماتي. طبعاً ما نقدر ننكر أنه من ضمن أحد أهم وسائل الترفيه جوا المملكة العربية السعودية بالنسبة للشباب أنك تأخذ سيارة تجمع كل الشباب اللي تعرفهم وتطلع تنبسط وتستانس فيها، يعني لفلفة في الشوارع. اليوكن 2015 بحكم أنها سيارة كبيرة هي كمان تعطيك السيناريو والميزة هذه.
شباب موجودين ورا مستانسين، اغاني، طالعين يتمشون، طالعين يجون، وسيله ترفيه اساسيه، والجيمز تعطيك الدور هذا. لا الشباب مو الأشياء اللي كنا دائماً نشيل همها لما تقول إنك تبغى تسافر خط بالسيارة، طالع من الرياض للدمام، من الرياض الحفر الباطن، العيون هلمت عشان ما يزعل، لكن هو فعلاً شيء إحنا دائماً نشيل همه. ليش؟ أول شيء لأسباب السلامة، لأسباب الراحة في السفر، لكن اليوكن SLE 2015 من جميع السيارات نقدر نقول غيرت القناعة هذه. إحنا الآن ماسكين الخط في الليل، الأنوار الأمامية المعدلة الجديدة في 2015 موديل 2015 ريحني كثير، أنه أعطاني مدى أكبر للرؤية باستخدام الأنوار الأمامية اللي موجودة عندي، وهالشيء هذا ريحني كثير. أما من ناحية الوسع والراحة اللي موجودة في السيارة، هذا شوفت عينكم، ياسر نايم على ما يبدو، هلمت ما أدري متربع، عبد الرحمن ورا كمان ماخذ راحته. السيارة أعطتنا مساحة أكثر جوا في موديل 2015 من ناحية الراحة والوسع الداخلي اللي موجود في السيارة، بالإضافة طبعاً إلى وسائل السلامة. أنت تتكلم 7 إيرباقات موجودة جوا السيارة، 7 وسائد هوائية تحميني لا قدر الله من أي حادث ممكن أنه يصير لي، بالإضافة إلى التقنية الجديدة اللي موجودة على الكفرات من ناحية أنها التماسك اللي موجود فيها. سيارة آمنة، نقدر نقول سيارة عائلية آمنة بالذات وقت السفر. اشخر يا ياسر.